بسم الله والحمد لله حمدا لا حدود له. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلوا صراط كما ديراج تيه وماكسيموم en rapport à la volonté divine. Les adhommes ont le bel mlih. Ara ou man nassur l'ilham indallah. C'est-à-dire, le secours ne peut pas venir que par ordre divin. C'est-à-dire, c'est lui qui décide de secourir les vrais musulmans. Et nous sommes maintenant dans une période où le secours divin, il bat en plein. Wassalam, mittamam. والكمال على أمة الإسلام الأمة الخيرة اللي قال فيها مولانا كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدقت يا مولانا نحمدك ونحبك ونطيعك ونشكرك ونخشاك ولا نقدر على عذابك يا مولانا يا ذا الطول وذا الأمر الرشيد وأنت العزيز الذي لا يقهر والسلام بالتمام على أمة محمد عليه الصلاة والسلام.